Yeah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم كان الكلام في الجواب عن هذا التساؤل وهو أن هذا التفويض في شأن الدين وفي أمر التشريع هل ثابت للأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام كما هو ثابت للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله بالإجماع والضروره أم لا فيما يتعلق بالنبي الأكرم كما أشرنا لم يختلف اثنان في انه فوض الى النبي امر الدين. نعم اختلفوا في التفسير وهذا من حقهم ولكنه لا يوجد اختلاف في انه فوض ذلك الى النبي الاكرم صلى الله عليه واله. انما الكلام في الائمه ان هذا الذي فوض الى النبي الاكرم هل فوضه الله الى الائمه عليهم افضل الصلاه والسلام أولى او هل فوضه رسول الله يعني كان مفوضا في التفويض ايضا او لا. بالامس قرانا مجموعه من الروايات في هذا الصدد اعزائي قد يقول قائل ان هذه الروايات سيدنا انتم لم تشيروا الى اسنادها هل هي صحيحه او ليست صحيحه؟ اعزائي هذا ليس هو منهجنا السندي او منهجنا ليس هو منهج السندي المتعارف عند المتاخرين عند السيد الخوئي وتلامذه السيد الخوئي وانما نحن نعتقد بأنه لا بد من جمع القرائن والقرائن توصلنا إلى الاطمئنان بصدور ذلك المعنى في الأئمة أيضا هسة إما مباشرة وإما بالالتزام كما سنشير إلى بعض الروايات من الروايات الأخرى الواردة في هذا المجال ما ورد في بحار الأنوار المجلد الثاني عشر المجلد الخامس والعشرين صفحة ثلاثمائة وأربعة وثلاثين رقم الرواية الثانية عشر الرواية منقولة قال سمعت أبا عبد الله الصادق أبا, أبا جعفر عليه السلام يقول من أحللنا له شيئا أصابه من اعمال الظالمين فهو له حلال هذه الروايه اللي قراناها قبل قليل من بصائر الدرجات محل الشاهد لان الائمه منا مفوض اليهم فما احلوا فهو حلال وما حرموا فهو حرام واضح هذه الروايه اعزائي مفوض لا يبين لنا ان التفويض جاء من الرسول لهم او ان التفويض جاء ماذا؟ من الله ولا يفرق كثيرا سواء جاء من هنا او جاء من هناك فما احلوا طبعا من الواضح ليس المراد ما احلوه وكان حراما او ما حرموه وكان ماذا؟ واجبا لا لا مو هذا قلنا بأن ذك الحدود الثابتة لا يمكن لأحد أن يزيد أو ينقص ماذا أو ينقص منها هي رواية أعزائي رواية أخرى أيضا واردة في أصول الكافي الجزء الثاني بطبعة هذه دار الحديث الجزء الثاني صفحة 439 الرواية طويلة الذيل قال كنت عند أبي جعفر الثاني فأجريت اختلاف الشيعة فقال يا محمد، الرواية عن محمد بن سنان أعزائي فقال يا محمد وهو بالنسبة إلينا ثقة فقال يا محمد إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته ثم خلق محمدا صلى الله عليه واله باعتباره هو الصادر الاول نورا وعليا وفاطمه فمكثوا الف دهر ثم خلق جميع الاشياء فاشهدهم خلقها واجرى طاعتهم عليها وفوض امورها اليهم طبعا هذا التفويض مرتبط بالتفويض في عالم التكوين الذي له بحث اخر فهم محل الشاهد فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون ولن يشاءوا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى باعتبار أنه جعل قلوبهم أوعية ماذا لمشيته واقعا هؤلاء لا يصدرون إلا عن مشيته ولكن مو بمعنى أنه صدر إليهم شيء لا يعني لا يصدر منهم إلا ما هو المطابق لمشيئة الله سبحانه ثم قال يا محمد هذه الديانه التي من تقدمها مرق ومن تالف عنها محق ومن لازمها لحق خذها اليك يا محمد والروايات اعزائي اتصور في هذا المجال واقعا كثيره جدا في مساله التفويض في التفويض في شان الدين نعم يبقى عندنا البحث الذي اشرنا اليه بالامس وهو انه في النتيجه تفتول لي اعزائي في النتيجه هذا التفويض من الله او التفويض ماذا من رسول الله قلنا بالامس بانه ليست مانعه الجمع لعل بعض الامور فوضت اليهم من قبل الله سبحانه وتعالى وبعض الامور فوضت اليهم من رسول الله بمقتضى التفويض الذي وصل اليه. جيد اذا مساله انه لهم شان في التشريع، طبعا يكون في علم الاعزه هذه هذا التفويض مرتبط بتشريع بعض التشريعات الثابته وهذا غير الاحكام الولائيه، ليس الخلط عند الاعزه. لا يتبادر إلى ذهن أحد أنه هذه الأحكام الولائية لا الأحكام الولائية متفق عليها بين علماء الإمامية أن الإمام المعصوم له ماذا أحكام ولائية يعني له صلاحية أن يصدر أحكام ماذا ولائية وتلك الأحكام الولائية ليست من ال ليست جزءا من الشريعة نعم يجب التسليم فيها له ولكنها جزء من الشريعة أو متغيرة قد تكون في زمان موجودة وفي زمان كما أشرنا الأعز اللي حضروا بحث الخمس يعلمون كما أجرنا في مسألة خمس أرباح المكاسب أو كما ينسب إلى الإمام أمير المؤمنين في وضع الزكاة على الخيول ونحو ذلك هذه أحكام ولائية صدرت وهي مرتبطة بزمان خاص وهذا هو النوع الآخر الذي سنبينه لاحقا وهي ما هي خصائصه سؤال ماذا يقول علماء الشيعة عن هذا التفويض أو أنهم مشرعون أو لا أعزائي هذه المسألة من المسائل في الأعم الأغلب لم يعرض لها علماء الشيعة يعني مو أنهم عرضوا لها وأعطوا رأيا مخالفا حتى نقول أن المشهور على خلاف ذلك لي جيدا متى نستطيع أن نقول هذا هو المشهور أو ذاك هو المشهور أو هذا خلاف المشهور إذا علماء الشيعة تعرضوا للمسألة كما افترضوا في مسألة نجاسة الكافر علماء الشيعة من عصر الغيبة الكبرى متعرضين المسألة إلى يومنا ماذا؟ إلى يومنا يستطيع الإنسان أن يستقرأ المسألة ليعرف أنه كان المشهور هناك إجماع هناك شهرة أو لا أما هاي المسألة هاي المسألة أعزائي اولا في الاعم الاغلب لم يعرض لها ومن عرض لها قليلهم جدا والمساله ثلاثه اقوال فيها اعزائي قول يقول بان التفويض الذي ثبت لرسول الله ثابت للائمه وهذا هو الذي نختاره وهو مختارنا وقول يقول انه لم يثبت هذا المعنى استدلالا ببعض الآيات والروايات اللي الآن ما أريد أدخل عليه وأشير إليها لاحقا هاي اثنين وقول يقول بالتوقف يقول توقفوا في المسألة لأنه توجد روايات هاي الروايات كثير منها ضعيفة السند ولكنه كذا وكذا أنا لا أعلم هؤلاء هؤلاء بأي دليل بأي دليل يقولون لا مع أن آية المباهلة تثبت ماذا؟ كل ما ثبت لعلي لرسول الله ثبت لمن؟ لعلي عليه افضل الصلاه والسلام وحيث انه لا قائل بالفصل بين علي وباقي الائمه فهي ثابته ماذا؟ فهي ثابته انفسنا وانفسكم على اي الاحوال هسه هذا بحث مطول اما من عثرنا على كلماتهم اعزائي في هذا المجال من الذين تعرضوا للمساله من الذين تعرضوا للمساله اعزائي صاحب البحار كما اشرنا فيما سبق المجلد 25 في الصفحه 348 فانه بعد ان نقل روايات التفويض قال فذلكه ثم قال والتفويض اما في شؤون التكوين او شؤون الدين قال الثاني التفويض في امر الدين وثانيها انه تعالى لما اكمل نبيه صلى الله عليه واله يعني هذا هذا المقام من لوازم مقام الانسان ماذا؟ من لوازم مقام الانسان الكامل التفتوا جيدا وهذه واحده نحن من ادلتنا لاثبات هذا المقام لمن؟ للائمه ايضا لأنه من الواضح أن كل واحد منهم في زمانه هو ماذا؟ هو مصداق الإنسان الكامل فإذا ثبت هذا المقام لكماله هاي العلة المنصوصة أو العلة المستنبطة القطعية إذا كل ما ثبت هذا الكمال لأحد هذا المقام ماذا؟ أيضا يثبت له على أي لحظة قال بحيث لم يكن يختار من الأمور شيئا إلا ما يوافق الحق والصواب وصل الى مقام الله علم من عبده انه لا يري لا يختار الا ما هو الحق كما قلنا اعزائي ان الله يرضى لرضا فاطمه، لماذا؟ لماذا جعل رضاه تابعا لرضا فاطمه؟ لانه يعلم جزما ويقينا على التفصيل انها لا ترضى الا لمن رضي الله عنه. والا لو لم يكن كذلك للزمت المفارقه قد قد يرضى قد ترضى عن احد والله يغضب عليه وماذا نفعل نقدم رضا فاطمه لو نقدم غضب الحق سبحانه وتعالى اذا عندما يقول يرضى لرضا فاطمه يعني علم منها انها لا ترضى الا رضا موافقا لرضا الله سبحانه وتعالى قال لم يكن يختار بحيث لم يكن يختار من الأمور شيئا إلا ما يوافق الحق والصواب ولا يحل بباله ما يخالف مشيته تعالى في كل باب لما علم فوض اليه تعيينا بعض الامور كالزياده في الصلاه وتعيين النوافل في الصلاه والصوم وطعمه الجد وغير ذلك، لماذا؟ اظهارا لشرفه وكرامته عند الله. هذا الذي قلنا حتى يبين هذا هذا الانسان الى اي مقام ماذا؟ الى اي مقام وصل ولم يكن اصل التعيين الى اخره ولا فساد في ذلك عقلا وقد دلت النصوص المستفيضه عليه مما تقدم في هذا الباب وفي ابواب فضائل نبينا من المجلد السادس زين هذا المورد الاول اعزائي المورد الثاني وهو ما أشار إليه السيد هاشم البحراني في تفسير البرهان أعزائي الجزء الأول هذه الطبعة اللي عندي مؤسسة الأعلمي في المقدمات الجزء الأول صفحة 114 أعزائي هناك أيضا ينقل نفس هذا الكلام يعني نفس عبارات صاحب البحار ينقلها ويؤيدها بعد لا نحتاج يقول أن أنه تعالى لما أكمل نبيه بحيث لم يكن يختار إلى آخره بعد لا نحتاج إلى إعادة العبارة المورد الثالث أعزائي ما ورد في مصابيح الأنوار لسيد عبد الله شبر أعزائي هذه الطبعة الحديثة اللي هي تحقيق مجتبى المحمودي أعزائي الطبعة هاي اكو طبعات قديمة هاي طبعة حديثة طبعت عرفتوا شلون؟ مصابيح بلي طبعا مجتمع المحمودي دار اه دار الحديث الطباعة والنشر اللي الاخوة اللي يريدون يراجعوها الجزء الأول صفحة هذا الكتاب أعزائي من الكتب المهمة واقعا من الكتب الأساسية للسيد عبد الله شبر هذا مصابيح الأنوار في حل مشكلات اخبار الحق والانصاف، كتاب قيم في بابه، الاخوه يكون بايديهم هذا الكتاب. الجزء الاول صفحه 468، قال اقسام التفويض الصحيح والتفويض الذي يصح، اقسام تفويض امر الخلق الى النبي. هذا مرتبط بعالم التكوين، الى ان يقول ومنها تفويض الاحكام والافعال ومنها تفويض الاراده. والاحاديث الوارده في صحه التفويض تنطبق على هذه المعاني وحاصل الاخبار ان الله تبارك وتعالى انما فوض الاحكام الشرعيه يعني بعض الاحكام الشرعيه كما هو واضح الى نبيه بعد ان اجتباه بالهدايه الى جميع ما فيه صلاح العباد، طبعا افتح لي قوس مولانا بالحاشيه طبعا اكو راي بين بين بعض العلماء الان ما اريد اشير اليه، يقول اساسا كل الاحكام هي تشريع ماذا؟ هي تشريع نبوي، لأن النبي ص... لأن الله سبحانه وتعالى أطلعه على المصالح والمفاسد باعتبار يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن، إذا وأوكل إليه أن يوجب، أن يحرم، أن يجعل مستحاب، أن صحيح هذا كله تشريعات ماذا؟ ها؟ هذه كلها تشريعات نبوية، أساسا لا يوجد عندنا نحن تشريع ماذا؟ تشريع إلهي هذا رأي ذكره البعض موكول إلى محل على أي هذا هو رأي مولانا إفراطي مولانا على أي الأحوال حزب الله هو به إن الله تبارك وتعالى إنما فوض الأحكام الشرعية إلى نبيه بعد أن اجتباه بالهداية الى جميع ما فيه صلاح العباد في امور المعاش والمعاش والمعاد واكرمه واصطفاه بالعصمه المانعه عن الخطا والزلل في القول والعمل لعلمه سبحانه بان كل ما يصنعه ويحكم به فهو حكم الله عز وجل ولذلك كان تعالى يجيزه ويمضيه في الاحكام التي فوضها اليه فتلك الاحكام من حيث التفتوا هذا محل الشاهد فتلك الاحكام من حيث انها لم يسبق فيها من الله تعالى وحي ولا خطاب بتحريم او ايجاب ومع ذلك فقد حكم بها النبي صلى الله عليه واله من غير ان ياتي فيها شيء كما قرانا في بعض النصوص ووضعها فهي احكام النبي وموضوعاته ومن حيث انها صدرت عن اسباب الى اخره هذا هو المورد الثالث المورد الرابع اعزائي وهو المازندراني في شرح أصول الكافي المجلد السادس صفحة سبعة وأربعين أنا ما أدري هذا مطبوع طبعة جديدة يولا عندي طبعة القديمة هذه اللي هي طبعة أعزائي منشورات المكتبة الإسلامية اللي طبعتها جدا قديمة شوال 1384 من الهجرة هسه هذه مطبوعة طبعة جديدة 12 مجلد هي بلي هم 12 عشر? أكثر كم مجلد عجيب جيد جيد لا, لا بد هاي النسخة نأخذها نشوف أكو بها إضافات له شيء فقط على أي لحظة هناك في باب اعزاء باب التفويض إلى رسول الله وإلى الأئمة في كتاب الحجة يقول في صفحة 47 من الكتاب يقول ومنها تفويض ومنها تفويض ومنها تفويض الأحكام والأفعال بأن يثبت ما رآه حسنا ويرد ما رآه قبيحا فيجيز الله تعالى لإثباته إياه ومنها تفويض فيجوز هذه الأقسام الثلاثة لا ينافي ما ثبت من أنه لا ينطق إلا بالوحي ليقول قائل وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، لماذا لا ينافي؟ لما اشرنا ماذا؟ لما اشرنا اليه، لان كل واحد منها ثبت من الوحي، الا ان الوحي كان تابعا لارادته، لا انه كان هو تابعا ماذا؟ للوحي، اذا كله ما قاله كله ماذا؟ وحي، ولكن اما وحي ابتدائي تاسيسي واما وحي ماذا؟ ها؟ إمضائي وتابعي كما أشرنا إليه فيما سبق وهنا العلامة الشعراني اللي هو عنده تعليقات قيمة على هذا الكتاب أعزائي هذا الكتاب الأعزاء الذين يريدون يقرؤون فتشرح أصول الكافلة أقل بمزاج بقراءة كلامية وبقراءة فلسفية فليقرأوا المازندراني وتعليقات ماذا؟ وتعليقات الشعراني فإن الشعراني يحاول أن يعطي للنصوص الواردة في أصول الكافي يعطيها قراءة سجم مع المباني الفلسفية والمازندراني يحاول أن يقرأ النصوص الواردة في أصول الكافي قراءة ماذا؟ قراءة كلامية اقرب ما تكون الى القراءة الاخبارية ولذا فالمقارنة جيدة اعزائي لاصول الكافي بهذه وهنا لم يعلق ابدا يعني الشعراني موافق لمن؟ موافق القراءة الكلامية والقراءة الفلسفية كلتاهما واحدة ولذا تجدون في جملة من الاحيان ايضا الخلاف كان واضح في كلماتهم والشعراني من الاعلام اعزائي واقعا من 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 العلماء الشموليين بتعبيرنا علامه ذو فنون واقعا كتاباته واثاره وهو من كبار اساتذه شيخنا الاستاذ الشيخ جوادي وممن ايضا صرح وهذا هو هذا هو أي مهم عندنا هذا التصريح خصوصا لاولئك اللي يبحثون مولانا في هذا المجال على الطريقه خلينا نقرا العباره مالته بعدين نقرا من هو قال فان قلت بعد الفراغ عن ان النبي لا ينطق عن الهوى فما معنى كون الفرض منه في قبال فرض الله إذا قلتم ما ينطق عن الهواء إن هو إلا وحي يوحى إذا ما معنى أنه يوجد عنده فرض في قبال ماذا في قبال فرض الله نفس الإشكالية ثم على تقدير تسليمه فغايته هو كو... لا أخر قلت يمكن أن تكون إرادة النبي موجبه لوجوب فعل على المكلف بنفسها كما لا يبعد ان يكون ذلك مقتضى تفويض الدين اليه التفتوا الى العباره احفظوا لي آه. كما لا يبعد ان يكون ذلك مقتضى تفويض الدين اليه يعني تفسير روايات التفويض ما هو وهو أن يوجد له فرض أو سنة أو تشريع في قبال ماذا؟ في قبال فرض الله الثابت بالإجماع والضرورة هذا كلام المرزنائين قدس الله نفسه وعبارة جدا مهمة خصوصا في جون الجسم إذا ننقل احنا عبارات افترضوا صاحب البحار المزندراني مباشره يقول هذا كلامي وهذا اخباري وهذا حكيم وكذا مباشره وكانه هذه كل واحده منهم فيها نقص وعيب وسب هذا حكيم وهذا كذا وهذا كذا اما اذا بعد لا مرزا نائيني جيد احنا نجيب عباره ممن؟ من المرزا النائيني اعزائي طبعا هاي العباره انت مننا لو تنقلها الى ذاك الطرف يقول اساسا هذه بالنسبة الينا ما بهواية اهمية لماذا لانه هذا اللي قائل هذا الكلام ليس من اعلام هذا الفن حتى نقول ماذا ولكن هذا يكون حجة على من على اولئك والمهم ان السيد الخوي لا توجد عنده هنا اي تعليق واضح اذا السيد الخوي ايضا ما هو ها من الموافقين لهذا النص الذي اشار اليه الذي اقرأه مره قلت يمكن ان تكون اراده النبي موجبه لوجوب فعل على المكلف بنفسه. الاراده النبويه هي التي اوجبت ماذا؟ هي التي اوجبت الفعل، هسه هذا البحث وين يشير اليه اعزائي؟ يشير اليه في ابحاث الاشتغال بحسب الطبعات المختلفه، في ابحاث الاشتغال ويورد اشكالا هنا في المقام وهو انه اساسا إذا كان فرض النبي كفرض الله سبحانه وتعالى، لماذا إذا كان الشك في الأول والثاني مبطل ولكن الشك في الثالث والرابع ماذا؟ ها؟ ليس بمبطل، هذا شلون نوجهه فقهيا على المباني. هذا أعزائي ممن أشار إليه من الأعلام الشيعة. وممن أشار إلى ذلك أعزائي ابن أبي الحديد. في شرح نهج البلاغة المجلد السادس عشر صفحه مائه وتسعه وخمسين آه ومن كتاب له الى اهل مصر لما ولي عليهم الاشتر من عبد الله علي امير المؤمنين الى القوم الذين غضبوا لله حين عصي في ارضه اما بعث فقد بعثت اليكم عبدا من عباد الله لا ينام ايام الخوف ولا ينكل عن الاعداء ساعات الروع عجيب عبارات في حق مالك هنيئا لمالك هناك في ذيل هذا الـ هذا الـ هذا الخطبه اللي رقمها ما مذكور هنا يقول وقد ذهب كثير من الاصوليين الى ان الله تعالى قال لمحمد صلى الله عليه واله احكم بما شئت في الشريعه عباره هوايه احكم هسه البعض يحاول ان يقول لا هذه مرتبطه بباب القضاء، حتى لو كان بباب القضاء. حتى لو كان بباب القضاء، اذا قلنا ان كل ما يحكم به هو وحي لا معنى لان يقول له احكم ماذا؟ بما شئت، يعني شنو بما شئت؟ انت ينبغي عليك حتى في باب التخاصم ان تحكم ماذا؟ ان تحكم ضمن الموازين والاصول الدينيه. اذا لو قلنا عامه واضح. حتى لو قلناها مختصه بباب القضاء ايضا تفيد المطلوب، احكم بما شئت في الشريعه، لماذا؟ التفتوا محل الشاهد، محل الجمله او انه التعليل، فانك لا تحكم الا بالحق. اذا علم الله من عبد انه لا يحكم الا بالحق فانه ماذا؟ فانه يفوض اليه الامر. وهذا متعارف اعزائي عندنا تجدون ان بعض ملوك رؤساء مسؤولين صغار كبار إذا وثق بإنسان مئة في المئة يقول ماذا يقول ما قاله عني فعني ماذا فعني يقول عدنا في رو في, رو في, رو في روايات وما أدى إليك فعني يؤدي هذا وارد مع مو معصومين فما بالك وهم ماذا معصوم وما وصل وفي بعض كلمات الأعلام ما أريد أجيب الأسماء وما وصل اليه فإلي قد وصل عجيب في بعض الوكالات انا شايف وما وصل اليه فإلي قد وصل هذا هذا لماذا يقول لا يقول لكل احد يقول يعلم ان هذا كاملا لا يتحرك الا بما يرضيه قال لان فانك لا تحكم الا بالحق وانه كان التفت وانه كان يحكم من غير مراجعته لجبرائيل يعني مع الوحي لو بلا وحي مع الوحي الابتدائي او بلا وحي ابتدائي بلا وحي ابتدائي هذه عباره اعزائي وكذلك ممن صرح بهذا المعنى اعزائي محمد عبده في المنار في المنار أعزائي طبعا ينقل عبارات متعددة في ذيل الإخوان ما صار لي بعد وقت اراجع الرازي في ذيل هذه الآية وهي إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله هناك يقول ذكره الرازي ثم قال إذا عرفت هذا فنقول إلى أن يقول في الصفحة يعني في ذيل الآية 105 من سورة النساء أعزائي طبعات مختلفة يقول ثم على القول الاول وهو ان الاجتهاد ويتعلق بهذه المساله التفويض بمساله انه هل يحق له ان يحكم او لا يحق وهو انه هل يجوز ان يفوض الله عز وجل الى نبي حكم الامه بان يقول احكم بينهم باجتهادك طبعا هؤلاء يعبرون عنه الاجتهاد وفي رواياتنا اذا تذكرون ايضا عبرت ماذا فتوى الائمه ولكنه ليس المراد هذا الاجتهاد الذي قد يصيب وقد يخطئ قال وما حكمت به باجتهادك وما حكمت به فهو حق او وانت او وانت لا تحكم الا بالحق فيه قولان اقربهما الجواز يعني الله سبحانه وتعالى يفوض إليه ماذا أمر الحكم في الأمة جي إلى هنا أعزائي أتصور أنا دا أبحث القضية إجمالاها وإلا البحث طويل الذيل أعزائي إلى هنا اتضح لنا بأنه ما هي أدلة وجود هذا التفويض في شأن الدين للنبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام هذا أولا واتضح لنا بأن هذه المسألة جملة من أعلام الإمام لا أريد أن أقول المشهور لا أريد أن أقول نصف أبدا ولكن جملة من أعلام امامية ويا ليت ان الاعزاء يتابعون هذه المسألة في كلمات علماء الشيعة من اصوليين وفقهاء ومتكلمين ليروا ماذا يقول هؤلاء الاعلام في هذه المسألة في مسألة التشريع وان الائمة لهم حق التشريع حق تشريع الاحكام الثابتة لا اشكال لهم حق تشريع الاحكام ماذا الولائية المتغيرة انما كلام ماذا في الاحكام الثابتة ولكن مع كل هذا اعزائي المساله بعد لا تخلو من اشكال المساله بعد لا تخلو من اشكال لانه في قبال هذه المجموعه او هذه الادله التي اشرنا اليها الطرف الذي توقف او انكر ها أيضا توجد عنده أدلة وبحسب الظاهر أو بحسب ظاهرها أدلة ماذا؟ أيضا لا تخلو عن قوة هذه الأدلة أعزائي أنا أشير إليها إن شاء الله تعالى الأعزاء الليلة يطالعون وغدا إن شاء الله تعالى نقف عندها وهي وردت في مصابيح الأنوار الجزء الأول صفحة صفحة أعزائي نعم وين قلنا احنا مولانا؟ بعد صفحه 469 اعزائي يقول وعلى هذا ينزل بعد ان اثبت التفويض الائمه وعلى هذا ينزل قوله تعالى من يطع الرسول فقد اطاع الله احسنت احسنت سيدنا يقول من يطع الرسول في ماذا؟ مو فيما بلغه عن الله هو اساسا رسول الله لم يصدر منه امر حتى يطع الرسول من يطع الرسول فيما شرعه من التشريعات فاطاع من اطاع الله لانه الحكم قلنا التسليم والطاعه لهما واحده وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا اتاكم مبلغكم عن الله لا هو اتاكم ولهذا ايضا نحن مرارا ذكرنا ان هذه ليست محموله على التاكيد اطيع الله واطيع الرسول هذه مو تاكيد وانما ماذا للتاسيس يعني والاصل هو التاسيس للتاكيد اطيع الله فيما شرعه لكم واطيع الرسول ايضا ماذا فيما شرعه لكم والتفويض بهذا المعنى وإن ورد به النقل ولم يحله العقل إلا أن فيه إشكالا من وجوه الأول الثاني الثالث يشير إلى مجموعة إن شاء الله ليلة يطالعون العزة غدا نشير إليها وننتقل إلى المسألة اللاحقة والحمد لله رب العالمين يا ربنا